عليكم، حي يلا المتابعين. نبتدي وياكم حلقتنا مال اليوم بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بالحلقة اللي فاتت يا محفوظين السلامة لما ذبحنا سنفور، وهواي اجتني تعليقات وقالوا يا فرات رجله احتمال مكسوره، رجله احتمال مفصوخه، رجله احتمال يا فرات قارصتها نحله. ونهائيا مو هو هذا السبب، لانه انا قلت لكم خلوني اذبحها واشوف شني اللي موجود ببطن. بعد ما ذبحته يا محفوظين السلامه ونظفنا بطنه لقيت ورمه، هل لقيتها؟ ما اعرف اذا هي من ضمن الكبد، اي والله يمكن من ضمن الكبد، الكبد صايره ورمه هلقت، وداير ما داير الورمة اكو غشاء ابيض ريحته كلش كلش مو حلوة. فاكتشفت انه سنفور متعرض الى مرض لا الى كسر ولا الى عوق، وهذا المرض هو اللي سبب بدمار الرجل مالت. لان انا لما كنت اصورها لكم اقول لكم شباب شوفوا التنفس ماله كلش صعب، زين ايش دخل التنفس بالرجل؟ فقلت خلي اذبحها واكتشف شني هو السبب. اذا اكو ويانا دكاتره خلي يكتبون لنا شني هو السبب وش دخل الرجل بالتنفس وهيك طاح وقعد الطير. فهذا اللي صار ويا سنفور باختصار كامل بعد ما ذبحناه وشرحته وشفت شني اللي موجود بدا. يا محفوظين سلام، بهاي الحلقه ان شاء الله عندنا هوايه اعمار راح نبدي بيهن بالسر. اليوم العمال مال السيراميك دقوا الناقصة وما طلعوا واشتغلوا، وهو هذا كان اخر يوم حتى يخلصونا. انا اتصال يا محفوظي السلام، ما ادري وين كنا نسولف. عموما ببالي انه افلش هاي المحمية، يعني مو افلشها لا، بس اشيلن كل الديكور اللي موجود هنا بداخلها، لانه صار ممل وصار فترة طويلة على هذا الديكور. هسه انتم قاعد تشوفونه بهذا الشكل. ان شاء الله انا احاول انه اليوم وانطلاقا من هسه ابلش انه اشيل البيوت. احنا المشكله هي بس المذبوحه عندنا مبيضه هناك، الفاخذ شنو وضعه؟ اشوف اكو زوج هنا اليوم كله اوه مبيضين. يلا هاي السلح لك انت، ما لك علاقه بيها، بس المشكله انه انا اريد ان اشيل الطيور لان عندي عمل كلش قوي هنا. شلون بهاي الحاله؟ زين هذا هم زوج فاخذ يمكن مبيض هنا، هذا هم زوج فاخذ مبيض هنا. الحل شنو يا فريت؟ عندك حل لو ما عندك حل؟ شباب هاي الطيور لازم تنشال كلها من هنا على مود ناخذ راحتنا بالشغل، لان الشغل كلش قوي راح يصير هنا، والدقدق وهاي الاغراض كلها تنشال والاشجار، بحيث تبقى المحميه حيطان فقط. فهاي الطيور وين تروح؟ فلازم تنشال كلها. بعدين طيور مو قليلة شباب، يعني خير من الله تقريبا فوق 50 إلى 60 70 طير. وين هاي راح اوديها؟ وديها للغرفة فرات وخليها بالخانات اللي سويتها. اي ممكن، بس هل راح تتحملها هاي؟ ما ادري. عموما هسه احنا مهمتنا اليوم ان شاء زين فرات جيبها كلها ذبها بهذا، واخذ طيور الحب ذبهن بالرجحن اللي هناك. هيجي يعني افضل تقولون؟ ما ادري والله، بس افضل يعني هذا اكبر، حتى لا اكبر فرات هم هواي. الفاخت واحد والفهايش واحد. قبل ما نبلش شوية الطيور والمحمية والتنظيف خلوني اروحا للنحلات، لان صار فترة طويلة ما شايف وما شايف شنو اللي صاير وياهم، لان بعد ملتهين بالعمل. تعالوا خلي نشيك انا وياكم سوية. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما كل ما اكض هاي مال النحل يسألوني متابعين يقولون فرات هاي شنو فائدتها؟ دائما نشوفك كاظها وتنفخ بيها، لربما يكونون متابعين جدا. اسمها متخنه. تخلي بيها قطعه مال كرتون او اي شيء تشعله وتخليه هنا، راح من تشعله يبقى جمر يعني ما يشتعل نار، وتبدي تدفع هنا راح يطلع دخان. هذا الدخان، هذا الدخان راح يهدئ النحل وما يخليه يتوحش ويهجم علي اثناء فحص الخليه. هذا هو عمل هاي المدخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صار فترة طويلة والله ما شايف شنو اللي صاير هنا. هذا أول إطار فارغ، بيه عسل وبيه نحلة واحدة فقط.
ما اعرف احسن عدد النحل قال، يعني راح اتخبل، انا راح اتخبل من ورا النحل، راح اتخبل، نوبة اجي القاه كثران، نوبة اجي القاه قال، ما ادري شنو السالفة، ما جاي افتهم شنو وضعية النحل، ليش هيجي ما جاي افتهم. بس اوك فما نحكم هسه لانه احتمال يكونون بالاطارات اللي ورا. هذا اطار مليان نحل، والملكة هاي هالموجودة شفتوها الملكة، مو النحل كله واقف داير ما دايرها، هاي هي الملكة والنحل كله داير ما دايرها. هاي نفس الحركة اللي ذاك اليوم كانت موجودة، النحل ملتم داير ما داير الملكة، وكأنما قاعد يسولفون على شيء ما أعرف شنو هو. إذا أكون حالياً قلونا شنو هاي الحركة أو شنو معناها. هاي الحضانة قاعد تشوفونها، يعني أكو بيض وأكو حضانة، هنا نفس الشيء، عسل، هذا عسل، وهاي حضانة جديدة وبيوض جديدة همين. هذا إطار هم بيبيض حالياً، مبيضة الملكة بالسداسيات، ما أدري إذا مبين عندكم أو لا، لكن أنا مبين عندي أكو بيض. هاي حضنة ويرقات، هذا عسل، هذا كله عسل، أنا ما أريد العسل، أخليه إلهن للنحلات. غير مفتوح، شوف هذا كله عسل، خلونا نذوق العسل الطبيعي. بسم الله، داي شوفون بسم الله الرحمن الرحيم، اوف يا محفوظين السلام. تتذكر الآية اللي يقول بها الله سبحانه وتعالى ويخرج من بطونها شراب؟ هذا الشكل شراب مختلف الألوان. رهيب رهيب الطعام، يا سبحان الله يا سبحان الله. حشرة 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 تنتج لك هذا، سبحان الله. مستجد بتربية النحل والعسل، لكن الطعم رهيب، اللهم بارك. ان حاليا اذا راح يشوفون الفيديو راح يقولون هذا طرد فرات مو خلية، هاي خلية كاملة، يعني من جبتها انا توا يرفعها للطابق الثاني مربي النحل، واشتريتها بذاك الوقت ب 300 ألف، لكن انا مستجد بتربية النحل، فاللي صار انه بلش هواية من النحل مالي يموت، وهسه قاعد احاول انه ارجعه شوية شوية. مع ذلك الحمد لله والشكر، انا احب انه اجرب بنفسي، واذا ما تخسر او اذا ما تخطأ ما تتعلم، نهائيا ما تتعلم. هذا العسل اللي شفتوه قبل شوية، هذا مال الشوكيات، مال الشفلاح ومال العاقول، وهواي اسماء شوكيات موجودة، لانه اللون ماله تقريبا مائل للاخضر، لكن الطعم عالم ثاني. حبايب القلب، حتى لا واحد يقول فرات شنو اخبارها، شلون صار هيك الخضارية، بعد الخمس بيضات اللي شفتوهن صفن بس اثنين، وانا قلت لكم انه بس اثنين شادات. ليش فرات شباب؟ هو هذا الخضاري ذكي، يعني لما يشوف البيضة خربت يكسرها وياكلها. طلعت، خلنا اشوفكم الطيران، ادري بيكم تحبون هاي السالفة، بس احنا مكان ماكو. هل 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 راح وراها، بس هي طيرانها اقوى شباب. ليش؟ لانه هي حاليا كاركة فاخاف منه وزنا فتطير اكثر، بس هو هم يطير، ومسبح هالايام ماكو، فاللي صفن بيضتين فقط. تفهمون؟ هي همين ما تبيض هواي شباب، يعني بالزايد تكتر روحها 10. هي هم يرادها تنظيف هاي الصفحة وترتيب وهاي، لكن احنا جايين بالسرة نبلش،
من ذيك المزرعة وإحنا جايين اللي هنا على مود إن شاء الله نكمل من هاي المحمية لو نتجه للمحمية الطبيعية اللي أنا كلفت آرام يذب بيها تراب وقاعد يذب وقاعد يشتغل بيها الرجال ويا أما أبلش بهاي المحمية مال البريات على مود سالفة الطاووس يعني إنه نخلص من عنده. يلا هسه عفونا من هاي السالفة خلينا نروح لمحميتنا. بسم الله الرحمن الرحيم يا محفوظين سلام. هسه بلشنا ويا المحمية عندك شمعة شغالة فرات نحتاج كهربائيات نحتاج شغل إن شاء الله العمل القادم هو عمل ها تلمضين من الهاي من الانتي استقرت اي العمل القادم هو عمل التلبنجال. ايش عندك هنا هذا الجولدن ايش عنده هنا ذي طلعت المذبوحة هاي المذبوحة بس على هاي انا ضايج والله شباب هاي طلعت لان بيضها شاد اخذه فراد ذبه جوا البنجالات الموجودات بالغرفة كمان بيضات. هذا الجولدن نايم على فقر بس هاي عندها بيضتين هنا راح اسحبهن واذبهن بالمحمية واذبهن بالغرفة هناك جوا البنجاليات ان نامت نامت ما نامت تابعت هاي شنسوي احنا خمار نروح نتعطل على موتها. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سهل علينا عملنا يا الله. بسم الله فرغت المحمية فرغت من هوس بس الطيور تخبلت بيض هواي تكسر شباب ولما فتحت الأعشاش هواي لقيت بيض بس كله ما يفقس اخوان كله ما يفقس لأن الأجواء كلش حارة. هذا كله بيض شاد هنا بهن خمسة أو ستة المن ما أدري بيضة ما الفخذ انكسرت ذيك هم راح اكسرها تولي بعد خلاص صار هن خير من الله توهن يلا بيضة لما نردنا نسوي اعمار للمحمية عموما
الطيور كلها راح تبقى على هاي حطتها. احتمال راح ابقي بس هاي الشجره لليل، حتى شنو من اريد اصيدني نصيدني على هاي الشجره، وهاي هم راح اشيلها. شنو الديكور الجاي فرات؟ شنو ببالك؟ ببالي انه اسوي الاشجار على الحائط. شلون هسه هاي بس اشجار كلش هواي وتصير كلها على الحائط، هذا النظام. بس شنو يصير؟ اريد اسويه على شكل هوسه، يعني هوسه مال اشجار. الفيديو راح ينزل لكم، انا هسه بس راح اشيل الغرف. اللي عندكم فكره احسن من فكرتي تجاه الديكور، تجاه السقف، تجاه البيوت، افكار تكون غريبه، شغلات غريبه، تصنيع مال ايد، اقترحوها بالتعليقات. واللي ما عنده فكره خلي لايك وخلينا تعليق حلو. جزاكم الله. بعد تقريبا كملت، ما عندي اي بيت ما عدا هاي، وهاي بيها بيض مال فاخت، هاي ما لنا دخل، هسه اشيلها. عندك شيء بعد هذا القفص؟ هذا الشيء راح اسوي له فرات. ابقيه لو انطلعه الجنيه تولي. بقيه لو انطلعه ما ادري، بقيه فرات. هذا مبقيه، خله هو خله للطيور الحب، ونحط بيه بيوت وبيض بيها. هي احنا هسه شغلنا هنا ان شاء الله. شنو اللي ببالك الفكره؟ والله شباب هواي افكار. كم انت تقول اجذوع هاي؟ اي اجذوع نو، بقول اخلي هذا ثيل اخضر، ما ادري كل ساعه ببالي فكره. نو بقول لا افتح هذا وحط لك سيم وازرعها اشجار، وكل ساعه تخطر ببالي فكره وما ادري هسه شنو. هسه عوف السوالف، خلينا نجيب العربانه ونشيل هاي. يلا صدق السوالف ما تفيدنا. خربنا، الباب مفتوح، طرقعه. اوه الدجاج هنا، طرقعه بس طلعت الطيور، كان مسديته. انت فتحتيه؟ لا جاي افتحه. ما طرقعه شطب الدجاج، معناته شردت الطيور. خرب انه ما ادري، لا تسالوني، ما ادري يعني شردن لو ما شردن. يعني انا شلون انا الباب سديته وطلعت ورحت اجيب من العربانه؟ هسه انا ما ادري، بس من دام طب الدجاج معناتها شني؟ شو راح اعرفهم؟ ما ادري، بس ابغى احس بس ايش على السريع. ما ادري ما اعتقد اكو شيء طالع. لا اعرف الفاخت، لا اعرف عددهن، ولا اعرف الفنانجس مالاتي، ولا اعرف عددهن، ما اعرف اي عدد بالطيور، بس ما ادري شلون فتح باب. شلون فتح؟ انا جيت يعني ما سديته، بس رديته هيك السونه فتحته، هوا فتحه، هوا حتى الهوا خفيف. استغفر الله، هاي بدايتها، هاي بدايه نريد نشتغل. يلا الحمد لله والشكر. هسه انا ما اعرف يعني اذا طالعات او لا، ما ادري. الحمد لله هاي. انا اطلع هذا النيش، طبها هنا. تعال. شلون راح اطلعهن هذن؟ نجيب اللي عصا شباب، وقفوا شوي. تعال. يلا برا، مو حلو تلجن الشغلة برا. سي زرق، إذا زرق الفاخت معناته اندهارش فرا. ها. خلني أروح خير. روح. خبصانها خبيصة. يلا. طرقعه في الباب، شو راح؟ افتح الباب شوي فرات،
منا الباب، منا الباب. الثول 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 كان هذا شمال الحسون، هذا السودا يريد بس يشرد. وجيع وجيع. هو 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 يا الفاهي يا الفاهي يا الفاهي. عايزات سوادين. يلا فلنا 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 فلنا. اوقف اوقف. لا ما شبعك دقاق. اوقف لي اوقف لي اوقف لي يا الفاهي. مش طباكن متوازيات وديت عليكن وقلت لكن تعال نطبن. فضين سلامة كنستها وكومت ما هذا التراب لو تغويش هذا شو صافي يا ميا. أنا ما بشي. المهم يا محفوظين سلامة كنستها وهذا البحص يعني الحصو الناعم ما راح أذبه برا نحتاجه فلذلك راح أذبه بالمحمية. هاي هم يرادها تنظيفية. شو الصايرة هي صايرت لكم هوسة. يعني إحنا جايين بلشين منا وإحنا طالعين عدل عدل فريت عاش تيدك. السمان الملكي قاعد يبحوشون على الحشرات اللي طلعت توا من الهوس اللي كانت موجودة هنا. بعد شوي ان شاء الله بالليل مثل ما اتفقنا كض كل هاي الطيور وعزلها بالاقفاص على مود نشتغل على المحمية براحتنا وعلى مود ما نسودن هاي الطيور، لان هاي الطيور تسودن اذا واحنا موجودين هنا واشجارنا وشاكوتنا واحتمال اللي قلت لكم عليه انه السقف يحط له سيم. لان ما اعرف ليش احسن انه المحمية إذا كان بيها طبيعة أكثر الطيور يصير بيها إنتاج أكثر. شباب ساكم الله بالخير. صار الليل وهسه إجا وقت إنه نبلش بكض الطيور مالتنا. فاير فينيش. صلوات على محمد وآل محمد. صلوات 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 صلوات. بلش الموسم بلش ولك فريت مو وقتها. يلا 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 مو مشكلة. يلا يلا خير 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 كله خير كله خير إن شاء الله. صلوات على محمد وآل محمد. صلوات 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 صلوات. ها تالي شني بعد تالي فد نظام جديد نظام وترتيب جديد. صلوات على محمد وآل محمد. هو بشارة خير إنه الفاير بلش بالتزاوج أي ما معناته إن شاء الله نحصل إنتاج فاير هذا الموسم. هسه ايش عندك فرات؟ ايش عندي؟ الفينيشات كلها هنا. خوش حكي. والمناقير المعكوفه راح ترجع للغرفه. والفاخت همين يروح للغرفه. اول ما نبلش ويا الفاخت خلنا نجيب القفص وجي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول زوج اللي انكسرت البيضه مالتهم من الساعه مشجر باحمر. هذا زوج مشجر احمر. بسم الله. قضيت أربعة. هاي آخر فاخت المفروض.
هذا الباكت هل قد اخذ منه وقت؟ هاي الفنارس الصغار ايش راح يسوون؟ اكو بعد باكت لو خلاص. اتوقع الباكت خلص. ناخذهم للغرفة. تعال نصور، تعال. خلنا نشوفكم هنا هاي الطائرة. نشوفوا ناس تريد تموت. شنو المشكلة؟ المشكلة اكو بيضة كبيرة حاشرة بالمخرج مالها. انا مشوفكم جماعتنا مال يوتيوب، فلذلك راح اسوي الفيديو بالطول على مود انه نشره بمكان ثاني حتى تشوف الناس الطريقة اللي شلون تطلع البيضة اذا حشرت عند الدجاج. انتم شايفين ومشوفكم اكثر من مرة ومعلمكم الطريقة زيت وشلون تستخدمه. فراح اصوره بالطول حتى نشره بغير منصة حتى الناس تستمر. هاي هي البيضة طلعتها، البيضة نمرشته يعني بدون قشر، وذيك الطائرة هسه حاليا تعبانة شوية شوية، ان شاء الله راح تصحصح وترجع لطبيعتها. الفاخذ قسمته قسمين، قسم هنا ذولا هما، والقسم الثاني هنا. البنغاليات قسمتهم قسمين، قسم جبته ويا هذا الزوج والقسم الباقي جبته هنا. الشفت تيل ويا المونيا فينش ويا هذاك اللي ما اعرف اسمه اللي جاباهن المرحوم ابوي. ابوي الله يرحمه جاب المونيا وجاب هذا النوع. ان شاء الله هذولي اللي صاروا بهاي الغرفه، واكيد طيور الحب هم صاروا. ذول الكوكتيلات طبعا يطلعون ويطبون بكيفهم واليفين طبعا حتى يصعدون على الايد، فلذلك انا عايفهم ما عليهم شيء. الطيور المحميه كلها صارت بهذا القفص حشر. ان شاء الله ما اطول عليهم بهذا السجن، لانه همين اخاف عليهم، خاف انه يتمرضون. هسه يا محفوظين السلامة راح اقصص هاي الاغصان. كل غصن راح اسويه وحده، لكن هاي الزغار ما راح استخدمهن من هيشمتن وفوق. كسره مال خشب واسرع لي، بس المشكله الوقت تاخر والاهل كلهم تعبانين ونايمين من ورا الشغل، وباكر همين شغل وما اقدر اشغلها. راح اقصا بس هاي شلون ما كان حتى لو اتعب بيها، والباقي يؤجل الباكر ان شاء الله. يا الله يا محفوظين السلامه، بهذا الشكل صارت الجذوح، كسرتهن. بقى عندي بس جذعين، شاقت انا بعد خلنا اكسر. شباب انا سبع هاي الجذعين، اقول شاش قد نحتاج الجذوح. المنفرات مو قلنا غير، قلنا نحطهم بالحائط، نحتاج هواي. موجود هو ظال هنا يا من بالله، بس تعال لازم اروح عبر الشط وبالزورق واجيبه منه اقصه ونوب انظفه هناك واجيبه، هم يعني شوية متعبة الشغلة، فاحتمال نسويه منه كل هناك، واذا طلع حلو نجيب بعد ونكمل منه اللي هنا، والما طلع حلو بعد والله ما ادري. بس احنا غير متفقين، عود على اساس نرجع الصبح ونشتغل شغل مستمر. تو يلا راح ابو السيراميك، باشر جمعة ما اعرف اذا يطلع او ما يطلع. انتم قاعد تشوفون الفيديو هسه، ما ادري اذا يطلع او ما يطلع للشغل، ما ادري. المهم اللي وصلنا له او اللي اشتغل اليوم اشتغل هاي الصفحة. واشتغل الصحيات، الصحيات بهذا الشكل صار. اذا تذكرون قبل كان هنا، كان الحمام هنا والدبليو سي هناك، هسه لا صار بهذا المكان على مود شني يكبر الجراج هيك صار. تعالوا خلينا ندخل جوه اشوفكم حتى البناء انا شلون. هذا الدبليو سي هنا صار، بس بعد شباب شغل يعني ما احس بالكم قضينا، بس يعني نقول انه العمال خلص شغلهم، بقى نوب احنا شغلنا. هذا الشكل وهذا الحمام، هذا الشكل. حلو شباب الشغل، الله عليكم ما في الصدق. ها حلوات ها. بعد هذا الماي كامل بس حنفيات هوائيه كامله، بس جيبها وشدها. هاي هوائيه كامله بس جيبها وشدها. يلا خلينا نروح نسوي لنا شغله. فصلت
وصلنا وياكم نهايه حلقتنا مال اليوم. لا تنسون والدينا من الدعاء، لا تنسون ان الله يشفيك ان شاء الله بني ادم. ومن اللبخ مباشره للمحل، ومن المحل نرجع للبخ. اودعناكم.